إننا نتطلع إلى مزيد من التركيز والاهتمام بنوعية التعليم، وإلى أن تكون مخرجاته انعكاسا واستجابة لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته. وأنتم أيها المعلمون والمعلمات لكم الدور البارز في إثراء هذه المخرجات لتتواكب مع متطلبات التنمية وطموحاتها، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في وطننا العزيز. وأنه لا يسرني هذا اليوم أن أجدد التكريم لمعلمينا ومعلماتنا ممن استحقوا ذلك عن جدارة لما قدموه من عطاء مقدر في الحفل التربوي، مستذكرين بهذه المناسبة بكل العرفان والتقدير رواد التعليم في بلدنا العزيز، أصحاب الأيادي البيضاء في دعم المسيرة التربوية منذ انطلاقها، والذين لا يمكنون نسيان أفضالهم، حافظين لهم مكانتهم وعطائهم المميز في تعزيز مسيرتنا التربوية. وفقنا الله جميعا لخلبة وطننا العزيز ورفعة شأنه، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وحفظ معلمينا ومعلماتنا.